بطبيعه السفير انا الالكترونيه اليوم ونستضيفك وهيك باش تحكي لنا شويه على المشاكل اللي كيعاني منها قطاع الصيد البحري بميناء مدينه السفير. في البدايه نود نعرف على السي محمد شكون هو وشنو هي الهيئه اللي كيمثل. محمد أزداد رئيس جمعيه النور سي معان قرب الصيد التقليدي بميناء السفير. انا في قطاع ديال الصيد التقليدي جمعيه مهنيه كانت تاسست تقريبا واحد 7 سنين. هذه كانت بدات بجمعيه المعاونين الفئه المعاونين ديال قرب الصيد التقليدي طورت شويه سميناها دابا جمعيه النورس لبحاره وارباب ومعاونين قرب الصيد التقليدي بميناء السفير. سي محمد بصفتك رئيس الجمعيه تحدثنا عن المشاكل اللي كاينه مع قطاع الصيد البحري بميناء السفير. واش نقول لك الاخ ميناء السفير ميناء السفير ميناء تاريخي ميناء السفير تقريبا شنو نقول لك المشاكل الميناء كامل شنو نقول لك كله مشاكل ميناء ديال الصيد بالخاص الصيد التقليدي عندنا قله التنظيم والعشوائيه هي شويه اللي مخليه ديك الميناء ديك الجماليه ديالو كان اللي كان معروف بها ميناء السفير كملقبين بالناس النمره 7 بدات الجماليه ديالو ديك القيمه ديال الترتيب ما بقاش هو هذاك ولا راجع شويه اللور ولا ميناءات ورانا الصور انا ولاو كيعطوا واحد النظره على بلادهم وهذا الميناء التاريخي وعطى ناس كبار ومهنيين كبار ورياس كبار غادي للاسف غادي كيرجع اللور شويه مؤخرا. سي محمد واحد الظاهره اللي هي تقوات وتقوات بزاف داخل الميناء الا وهي تهريب الاسماك بصفه كنتم رئيس جمعيه وكجمعيه اشنو هو الدور ديالكم في هذه النزيهه؟ قبل ما نمشي معك اخويا لهذ النقطه هذه ديال تهريب الاسماك غنمشي لك بعض شويه المشاكل اللي كتخبط بها القطاع ديال الصيد التقليدي. على محل الاخ عندنا الصيد التقليدي دابا حاليا واحد الحاله يرثى لها نبدا معاك من الباب عندنا ديال كتدخل مع بات المرسى اول حاجه انت كتدخل مع بات المرسى راه المرسى راك ميناء تاريخي امن ديك الربيط ديال الفليك هذيك الربيط ديال الفليك كتشوف واحد الحاله عشوائيه وثاني حاجه هذاك عرفتي كتصور اليوم ديال مود مع ديك 4 العشيه وبحال 3 ونص ديال العشيه لازم فوق مني داس فوق مني فلوكه ديك الهزان ديال القوارب الصيد التقليدي واحد الحاله يرثى لها والنقل ديال دوك المواد ديال البنزين واحد راه مشكل كبير خصنا يشير ليه عرفتي تقريبا واحد كيلومتر كيضربوا باش كيجيبوا داك البنزين من بلاصه البنزين حتى المستودع ديال القرب الصيد التقليدي واحد الحاله يرثوا هذاك الشيء شنقول لك خصو يرد الاعتبار خص التنظيم كامل ديال القطاع خص الصيد التقليدي خصو يرد ليه الاعتبار كنطلب المسؤولين من هذا المنبر هذا يحاولوا يعطوا قيمه لهذا القطاع هذا المجتمع المدني عندنا راه شويه ضعيف بزاف قطاع ديال الصيد البحري بصفه عامه وكنطلبوا من المسؤولين يحلوا باب الحوار للفئه اللي باغا تخدم في القطاع وراه عندنا افكار وعندنا افكار وغادي نجيو ان شاء الله قدام ان شاء الله شي افكار. فيما يخص هذا الفكره اللي قلتي ديال الدائره ديال العشوائيه وشي داخل الميناء مؤخرا تم تاسيس مجموعه ديال الجمعيات هذه الجمعيات اللي كنا كنهار كنسموها تاسيس جمعيه هنا تاسيس جمعيه هنا ما هو الدور اللي كتلعبوا هذه الجمعيات داخل الميناء اسفي؟ سؤال في محله الاخ راه دور هذا الغريب في امر وقيله مدينه اسفي هي الوقيله الوحيده في المغرب اللي عندها جمعيات كثير قطاع الصيد البحري والفيدراليات والتعاونيات داك الشيء كثير راه كل تقريبا كل هذه السيمانه وقيله تاسسوا شي جمعيات كل سيمانه كل شهر تاسس جمعيه والتيران ما كاين فيه والو شنو نقول لك الاخ كندوي معك بصراحه حنا راه معروفين في البلاد الحمد لله صريحين التاسيس ديال الجمعيات غير صالحهم البحري ما مشيط ليه والو كيوجدوا الصناديق المهنيه بحال الصندوق ديال الاقدار واحد البشريه والصندوق ديال الابحار والغرف تكتو ديال الجمعيات دوك الناس كيبغيو يديروا الجمعيات كله كيتكتل شي نهار بغيو يدخلوا الصندوق ديال الاقدار حاجه اللي فيها الفلوس كيمشيو ليها وحاجه اللي صالح القطاع وصالح البلاد عندنا كامله نيبال عدد الناس هذا وللاسف للاسف. نقول هل هناك تنسيق بين هذه الجمعيات والفيدراليات اللي مؤسسه داخل الميناء؟ باش نقول لك حنا راه كجمعيه النور سي معاونين لمعاونين وبحار كنا في الاول معاونين حنا بابنا مفتوح تقريبا حنا راه شحال من نشاط درنا وما كاين حتى شي واحد اللي دعمنا من مالنا الخاص وحتى شي واحد ما دعمنا حتى معنويا على الاقل انا درت فكره جيت لواحد الحيط درت فيه شي حاجه ديال البيئه وشي حاجه ديال تقريبا راه درنا حمله طبيه ما كاين حتى شي واحد عاوننا كاع حتى معنويا كون كان هو كيعاندوا يعني انا درت نشاط الاخر يدير نشاط الاخر عندي اليقين بالقطاع عندنا والميناء ديالنا يرجع ديك الصوره ديالو. عندك القافله الطبيه هناك لك سياره اسعاف ربما محجوزه في وفي الصراع ما بين جمعيه ما او ما بين مندوبيه الصيد البحري ما هو الدور ديالكم انتم كجمعيه في هذه النزيله؟
والدور ديالنا حنا كبعدا راه ديك الصراعات بيناتهم هما المهنيين امام دولة الصيد البحري، راه الوزاره الوصيه راه المهنيين كيقروا، هي راه كتشوف كلشي قدام عينيها، راه بيناتهم صراعات وصراعات عارفه كله تقريبا. عندنا شنو نقول لك، العمل الجماعي عندنا في قطاع ديال الصيد البحري راه ما كاين غير للمناصب، كل هو شي منصيب كيمشي يتكتل بواحد 6 ولا 7، والقطاع عندنا كيتهمش. انا بعد الله بينا سات عمري كان جا ديك النهار شنو السيد العام كنت حاضر، وانت ما بقيتش تاج بعدا اصلا، وتقريبا كاع فاعل في قطاع الصيد البحري الصيد التقليدي ما عمرنا ما احتاجنا ديك لابيناس ولا حدا، كاع قلنا لهم ديك لابيناس كاع اصلا عندنا جوج لابيناسات في المرسى و سميت لابيناس وصافي، وفي التيران ما عمري ما شفت لابيناس. انا نهار تشنت باقي لدير ديك لابيناس بيتهم صراعات، كنسمع في الكواليس على الشيفورات، هذا شيفور هذا شيفور، الاداره كتفرج وكت و بلادنا هي هذه. اذا فيما يخص البحار وكذا بحار الصيد التقليدي، ما هو الدور الذي يتلعبه هذا البحار؟ وشنو المشاكل اللي كيعاني منها من اجل النهوض بالحياه الاجتماعيه البحار الصيد التقليدي؟ البحر ترى عشان نقول لك عندي معاك داكشي الدارجه ديال البحر، البحر ما شيط ليه والو، وتقول البحري ما شيط ليه حتى شي حاجه، البحري كيضرب تيما راه كيهود يقول على الله على مولاي انا كيلاركي الفلوكه كيمشي يجيب رزقه كيطلع كيلقى بعدا ديك الظروف ديال البيع ما كاينش بعدا المارشي بعدا عندنا مشدود، الا في كيتنفع البحر كيتنفع حتى ديك الموسم ديال الاخطبوط كيكون المارشي محلول يستاهل كلشي كاع الفريق كيدخلوا للمارشي يلاه كي 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 يلاه ديك البيعه ديالو حسب لاكي سوسيال ديالو حسب. اما حال البحار هو اللي واكل الشحط في هذا القطاع هذا ديال الصيد التقليدي بزاف، لا من يشوف فيه لا من، وكنتاسف للجمعيات المهنيه داخل قطاع الصيد التقليدي ولا التعاونيه منهم تجمعيتنا ما عطينش الحق للبحار هذا. بحار حنا عندنا واحد الدم كاملين ديال المهنيين ديال الجمعيات، كاع اللي عنده شي وصل ايداع ديالو ما حضرش اجتماع ذنوبنا راه ما عرفت فينا نشدوهم، حنا كنديرو جهدنا كنجينا للصالح للبحار، وان شاء الله البحري راه نهاري يفيق ونهاري يعيق غيكون معنا حسين حنا كاملين. على ذكر هذه الكلمه اللي قلتي نهار البحار يفيق ويعيق، واش البحار ديال بالخصوص ديال القوارب الصيد التقليدي واش مؤمنين؟ واش منخرطين في الضمان الاجتماعي؟ واش عندهم تغطيه صحيه؟ ولا باقيين كيعيشوا في هذيك الحياه العمليه اللي هي عشوائيه؟ تقريبا عنده كل شيء، تشوف في كل شيء اللي قلتي لي كله عنده موفر ليه، ولكن هو عايش عشوائي لقاش دابا الادارات ما معاوناش حتى هي. بحال دابا انا دابا نعطيك مثال، دابا بعت واحد 8 فليك اللي بعت لهم على برا باش جيت دابا شي ساعه 8 فليك المارشي مسدود، هذاك فليك هذاك اللي باع كيبيعو حتى كونتربون كيشري البحري كيستافد منه والو، الا استفد منه البحري خاصو يدور يعطي واحد 4000 ولا 1100 درهم يعطي لواحد اخر يدوز يبيع عليه على حوتو لانغوس لومار، حنا كاع ما كيتباع في المارشي كي ديال البانانغري ويجي يبيعوا على الفلوكه باش هو يدوز التغطيه الصحيه ويدور مع داك اللوبي ديك الوسيط، وكيتسنى هو حتى الزيز اللي كيتسنى التعمار ديالو. ويا اسفه يا اسفي، من المسؤول عن هذه الظاهره؟ مسؤول كبير. هناك مراقبه من الجهات المختصه ام غياب شبه تام لهذه الظاهره اللي هي العشوائي في المكان؟ المراقبه من جهه الاداره الوصيه كاع القطاع منهم حتى وزاره لا لوفيس لا السلطه، تقريبا شنو نقول لك حنا كنعيشوا معاهم والله دوك الناس دايرين مجهودهم، ولكن حنا هما الممثلين ديال القطاع، حنا اللي ما كننوروش القطاع ما كنعاونوش، الصراعات بعضياتنا وشي كيضرب من هنا وشي كيضرب من هنا المصالح ديالو، والبحري والقطاع غادي مهاود عندنا في المرأس في مدينه اسفي، الاداره كندقوا على الباب كتحل لنا الباب كتحاور معنا اللي بغيت ديرها معاك، كاين واحد لوبي اخر لا هذوك لا هذاك هذاك لا هذاك بعد شي مقر داخل الميناء لا هذاك يمتول لا لا هذاك. والارتي الغريب امر المرسى عندنا مقسوم على جوج على جوج، دابا نعطيك واحد المثال، مؤخرا كان واحد الحفل ديال واحد الختام ديال واحد السيد المدير الجهوي ديال لوفيس الحاج الله يذكره بخير، ديك السيد الله عمرها دار كتصور بغينا نديرو معاه باش لقاء بسلامه الله يعاون حسب خدمه، عرفتي كتصور جوج لقاءات واحد في الصباح واحد في العشيه، هذوك الصباح كرموه وجينا في العشيه حنا كرمنا غياب تنسيق بين الجمعيات داخل الميناء، غياب تنسيق بين الجمعيات داخل الميناء، صراعات كثيره واللي واكل الشحط فيهم هو البحري والقطاع بصفه عامه. وانا انت كمسؤول كتجي
تبغي تريح مع هاد الناس يقولك لا تريح معنا حنا قاعده، ويجوا الناس الاخرين يقولوا حنا قاعده، وتكون ما بقينا فهمنا كاع لا قاعده لا والو، قطاع كامل المرساك شتي كديره. مؤخرا مين دار المهرجان ديال الصيد فكرتيني شنقول لك، عطاه واحد الاشعاع. انا متفق مع المهرجان ديال الصيد البحري، كتشارك فيه انا كاع، عطيت خدمت فيه بقوه وبالدم، راه التاريخ ديالنا كيشهد به. هو عطى الاشعاع للمدينه كبير، ولكن وراها ما بقى دار والو. المرسى راه حاله يرثي لها شي، راه بلا ما نبقاو نكثروا بزاف، راه التيران هو هذا. واش انا حمار كنقولوا هادشي بالصراحه، حنا ولاد القطاع ولاد المدينه ولاد البلاد كنقولوا هادشي، نتحمل المسؤوليه ديالو. سبب هاد المشكل كامله هما الممثلين ديال القطاع ديال الصيد البحري بصفه عامه. اذا انتم كجمعيه كتلوموا الناس الممثلين ديال القطاع او ديال الجمعيات ولا بوراسي عن تدهور المهنه داخل الميناء الاسفل؟ عندك الصح، انا كنلوم هاد الناس كاملين، ممثلين ديال الغرف، ممثلين ديال التعاونيات، رؤساء ديال الجمعيات والنقابه تا هما، ما عندناش الدور ديال 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 الحوار مع المهني، وما كنجيبوا ليه والو، ما عمرهم ما شاف منا، ما بقاش يدير فينا الثقه اصلا المهني. تبغى كاع تخدم معاه وتعطيه من قلبك، صافي قبل منك ما دار معاه والو، مصالح كتصور غادي في الامر. عرفتي شنو نقول لك الاخ؟ عرفتي مؤخرا كان ناصي صداع على قبل البنزين ديال عرفتي والقوارب مسيدة قرصي تقليدي، كانت شنو مسيدنا الله ينصرو، كانت شن لينا مركب تجاري لقوارب تقليدي من اسافي، ويا اسافي على مركب تجاري تشن سيدنا الحوت داخل الموكس ليسانس وصل الموكس الحالة يورتي لها، ولي ما وعندنا التحتي وعندنا الفوقي، ولي ما مخارتش كتصور السنسور اللي قفل ما مخارتش ما طلعش منه، خاصو يدير قنبه ويبدا يطلع. رجعنا للعشوائيه داكشي ديال القنب، يدير قنبه ويطلع بالكوربه بالصندوق بالصندوق، واحد حاجه يرتلات من هذا القطاع يا اسف. ممثلين القطاع هما المسؤولين 100%، اما الاداره ما كنلومهاش، الاداره تحل معنا الباب تحاور معنا، كاين الممثلين ديال القطاع ولكن هما اللي كيدو هما المسؤوليه، هما في هذا التهور هما الممثلين ديال القطاع. باش نقول لك مني في خلاصه في كلمه اخيره. كلمه اخيره باقي استاذ، نسينا التهريب واحد شويه، والتهريب لا ما دويناش على التهريب، راه التهريب هو النقطه القويه. التهريب، تهريب ومحاربة المعدات غير قانونية ديال الشبك. عندنا حنا في الصيد التقليدي حاليا دابا عندنا واحد الدائرة ديال السندية، كتصور السندية كتدخل كتدخل الأطنان ديال السندية وما كديك لا راه ما والو، ما كتدخل لا مارشي لا والو، مارشي مسدود، وكتصيد بواحد المنتوج بعدا داك الماتيريال غير قانوني بعدا 20 ولا 15، راه مدمر للبيئة البحر كاع بصفة نهائيا. و المارشي كنحلوه، كنمشيو للإدارة كيقول واخا حنا نحلوه، ولكن ما كاينش ديك التتبع صحيح. هاو كيحلوا لينا المارشي، كنشوفوا في حاله، ولكن الدوله السلطه تاهي خصها تتعاون معنا، ما يبقى حتى شي واحد في الكال بشكل بحري يدخل يبيع حوتو في المارشي. مي هذا المارشي هو حنا راه محلول موكفين ربعه الموظفه، الله يجيهم بخير، ولكن ما متبعينش. خص كلشي يتحرك، السلطه كامله ديال القطاع تتحرك، ديال الميناء تتحرك، وحتى حنا كموجه. كان واحد السيد كان الله يذكره بخير من هذا المنبر، سي باوي، كان مدير المندوب ديال الصيد البحري ديال لوفيس، مشى من هنا مشى ولا مدير جهوي، راه غادي تبارك الله كيترقى، كيحل راسو المجتمع المدني، راه وصل. كان كيهود للتيران وكيهود الفلوكه، كيدوي مع البحري ومع الرئيس، لا تضيع وهذا قبل ما تكون لاكوسيال، تضيع وهذه وهذه تعمر العماره، والبحري كيسمع من داك السيد المسؤول كيدخل، ما حد المسؤول راجع شويه اللور كيشوفنا حنا مصارعين بعضياتنا، السيد المسؤول كيريح في الطابله، ما كاين هو كيبقى يتفرج فينا بحال هكا، واخا كله يقول كلمه وصافي، والقطاع كيدهور، غادي اللور اللور، ونمره سبعه اسفي، شنو نقول لك، كندوي معاك دابا تقول شاداني، والله كنتمنى هاد الناس هادو شويه يوعاو. كان الممثلين في القطاع هما اللي كنلومو انا 100%. اذا شكرا لك سيدي محمد الزاك رئيس جمعيه النورس على هذا اللقاء، ونتمنى نتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا 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 شكرا.